Satu. Bapak Ketua RT yang saya hormati, Bapak-bapak jemaah yasinan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di rumah Bapak Ketua RT keluarga dalam rangka kegiatan rutin kita yaitu membaca surah Yasin, kuluhu tahlil dan doa. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lafaz Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jamaah yasinan yang saya hormati, pada malam hari ini Bapak Warsito keluarga memohon keikhlasan kita semua untuk membacakan surah Yasin kuluhu tahlil yang mana pahala daripada bacaan tersebut mohon dihadiahkan kepada yang pertama Bapak Muhammad Bulkin, kemudian Bapak Sandi Harsono, kemudian Mbah Wongso sekalian dan Mbah Karto sekalian serta kaum muslimin muslimat yang telah mendahului kita semua. Untuk memimpin baca surah Yasin mohon kesediaan Pak Mahyudin, kemudian Kulu Talil, Pak Supomo dan doa Bapak Zaman Sari. Kiranya dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى رد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآلي وأزواجي وأولادي وذريتي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما هم بآبائهم فهم غافلون لقد أقوى القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي من الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء فيما من مبين مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إلا إليكم نبوءً بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك اللهم صل على حبيبك ورسولك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين آمين 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 يا الله الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا وافٍ وكفٍ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك للدرجات وتبلغنا بها الصالحات من جميع الخيرات في الحياة وحتى الممات اللهم افتح لنا وباب النعمة وباب الرزق وباب القوة والصحة والسلامة وباب الجنة اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين
ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فريد الهم يا كاسف الهم يا من لعباده ويغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم دعواهم بها سبحانك اللهم وتهيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikianlah dari bacaan surah Yasin, kuluhu tahlil dan diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang saya hormati, untuk yasinan Jumat yang akan datang kita di musala. Kemudian setelah itu di rumah Bapak Sugeng. Kalau tidak salah Kamis malam Jumat. Ya. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pengumuman dari partai, kami persilakan. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Rasa pisang. Pisang rasa. Thank you.